الوغ هما كاينين الحالات بجوج، كاين الحاله ديال الناس اللي كيكونوا مدمنين لبعض الامور المنشطه من ضمنها الكافيين، امور كثيره، حتى السكريات ايضا ممكن تسبب لنا الانقطاع عن استهلاك السكريات، ممكن يسبب لنا هذه الحاله. ولكن ايضا كاين حالات اجتماعيه اللي كاين واحد النفسيه كتكون بشكل عام اننا في رمضان راه كنتعصبوا، ما كنقدوش نصبروا، ما كنديروا بزاف ديال الامور اللي كتخرج على السيطره. يعني كاينين الحالات بجوج. في الحاله ديال الانسان كان يعني عارف راسه في الايام الاولى ديال رمضان بسبب الادمان ديالو على القهوه مثلا او الادمان ديالو على الاكل ما كيقدرش يصبر، فهنا كتجي ديك الفتره الاولى ديال الاستعداد شهر رمضان، يحاول ما امكن يحيد عليه هذه الامور قبل ما يبدا رمضان باش يمكن له يدوز واحد رمضان بشكل صحي وامن، وتا على المستوى النفسي والعصبي يكون هادئ جدا. اما الاشخاص اللي يعني اللي كيكون كتجيهم هذه الحاله فقط كحاله اجتماعيه ويعني كتكون امور نفسيه اكثر، فيستحسن انهم يعني يحاولوا يضبطوا راسهم، لان هذا رمضان في اخر المطاف هو فتره عباده وفتره ديال يعني الانسان كيحاول ما امكن يصحح بزاف ديال الامور في الحياه ديالو من ضمنها الاكل ونظام العيش بشكل عام.